من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا حول باب الاضطرار الى الحجه لماذا الناس يحتاجون إلى الأنبياء ومن بعد الأنبياء إلى الأوصياء في الحديث الرابع يروي يونس ابن يعقوب أن رجلا شاميا جاء إلى الحجاز والتقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليناظره أو يناظر أصحابه في أمر الإمامة. الشطر الأول من الحديث مضى في الحلقة الماضية. الآن نحن في الشطر الثاني من هذا الحديث. هذا الرجل الشامي جاء ويريد أن يناظر في أمر الإمامة. زين يونس ابن يعقوب موجود في المجلس وهو من أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام الصادق قال ليونس: لي ناظره يونس ما كان يعرف اساليب الكلام وكان قد سمع من الامام ذم المتكلمين فقال للامام عليه الصلاه والسلام انت نهيت عن الكلام يعني البحث في المسائل العقائديه في علم الكلام الامام يقول انا لم انه عن الاحتجاج والمناظره انما كان الكلام ان هؤلاء المتكلمين يعني بعض المتكلمين تركوا المنهج الصحيح وبداوا يناظرون باستدلالات غير صحيحه يتصورونها استدلالات عقليه الان هذه مشكلة في العصر الحاضر ايضا هذه المشكلة موجودة وفي السابق كانت موجودة. العقل هو حجة من حجج الله على الانسان. وكل نبي من الانبياء ووصي من الاوصياء ايضا حجة اخرى. هذا امر مسلم عندنا. ان لله حجتين ظاهرة اللي هم الانبياء والاوصياء وباطنه وهو العقل ولكن كما ان هناك ادعياء كاذبين يدعون النبوه كذلك هناك امور الانسان يتصورها يتصورها من العقل وهي ليست من العقل هاي مشكله يعني بعض الاحيان يجي واحد الذوق الشخصي يقول هذا العقل لا ذوقك هذا هذا مو العقل يعني تارة أنا فد مثال بسيط جدا أنا لا أستسيغ طعاما ما يعجبني طعام الأذواق مختلفة هذا الطعام لا أحبه أقول العقل ضد هذا الطعام هذا الكلام مقبول مو مقبول لماذا لأن العقل ليس ضد هذا الطعام ذوقي لا يتلاءم مع هذا الطعام في القضايا النظريه هكذا الانسان احيانا ذوقه لا ينسجم مع حكم من الاحكام حتى اذا ذلك الحكم هو حق بس الذوق لا يقبل ذلك الحكم يقول هذا الحكم خلاف العقل يخلط العقل بذوقه مثل المريض اللي دواء مر هذا الدواء المر حينما ياكله طبعا نفسه تتنفر من هذا الدواء لمرارته لكن يعلم ان هذا الدواء لانه دواء لهذا المرض واهل الخبره اللي هو الطبيب وصف هذا الدواء هذا بصالحه يقول صحيح ذوقي لا يتلائم مع هذا الدواء لمرارته. لكن هذا الدواء هو الدواء. زين بعض الاحيان بعض الاحكام لا تتلائم مع ذوق الانسان. يعني افرض مسلم او مسلمه تعيش او يعيش في بلد من بلدان الكفر. النساء كلهن سافرات. زين هاي المراه عندما تلبس الحجاب تشعر بحاله نفسيه أن المجتمع ينظر إليها نظر شزر ينظر إليها بعنوان مثلا في هذا الزمان يقولون أنه هذه متخلفة هذه كذا هذه إرهابية قد ذوقها لا ينسجم مع الحجاب تجد تقول أصلا الحجاب خلاف العقل أو مسلم مثلا في مجتمع يعيش في بيئة هذه البيئة مثلا يتعارف فيها مصافحه الرجال مع النساء. زين اذا هذا يتصافح مع النساء هو شرعا لا يجوز. من طرف اخر يقولون هذا خلاف اللياقه، خلاف الاداب الاجتماعيه، خلاف مثلا احترام الاخر، هذا تحقير للمراه، هذا كذا كذا من هذه الشعارات التي تطلق. فهو يشعر بحاله من الحرج وخاصه اذا مدت امراه يدها له لتصافحه. أو مد رجلا أو مد رجل يده ليصافحها المسلمة زين هنا قد تشعر بنوع من الحرج من هذا الحكم وخلاف الذوق يقول هذا خلاف العقل كلا يا أخي أنت لا تجعل ذوقك مقياس العقل بين العقل وبين الذوق أكو عموم من وجه قد يكون الذوق يتلاءم مع العقل وقد يكون الذوق يتخالف مع العقل. عد انت لازم ترجح العقل ما ترجح الذوق. المريض الذي يضره هذا الطعام اللذيذ. صحيح هذا الطعام لذيذ. لكن عقله يقول له لا تاكل هذا الطعام لانه مضر لك. اهل الخبره قالوا له لك انه مضر. او المريض الذي يريد يستعمل الدواء المر. ذوقه يتنفر من هذا الدواء المر. لكن عقله يقول له يقول له استعمل هذا الدواء لان اهل الخبره الاطباء وصفوا هذا الدواء لك. واحيانا العقل والذوق يتلاءمان الانسان ياكل طعاما حلالا طيبا يلتذ باكل ذلك الطعام وهو يحتاج الى ذلك الطعام مثلا افرض واحد جسمه يحتاج الى نوعيه خاصه من العناصر وصفه لانه كل الطعام الفلاني الذي يحب ذلك الطعام ويلتذ باكله هنا عقله يقول له انه اكل هذا الطعام ونفسه ايضا تقول له اكل ذلك الطعام ويلتذ بذلك احيانا هكذا لكن احيانا كثيره بين الذوق والعقل يوجد تباين فالانسان لازم يحكم العقل مو يحكم الذوق ويطيء كأنه عقل كما تعارف الآن وفي زمان الأئمة كان متعارف يسمونه الرأي أو الاستحسان عند رأي أو يستحسن شيئا بعدين يريد يحمل على الشرع يقول هذا يطابق العقل فإذا طابق العقل لازم هو يرجح ولازم من أول نصوص الشريعة نصوص الشريعة لا تخالف العقل نعم ذوقي قد يخالف العقل وهذا أمر واضح فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يونس ابن يعقوب قال له: سمعتك تنهى عن الكلام وتقول كذا كذا ويل لأصحاب الكلام الإمام قال له: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون يعني تركوا كلام المعصوم، تركوا كلام الرسول، تركوا القرآن الكريم وصنعوا بآرائهم الفاسدة وأذواقهم الكاسدة صنعوا فكرة ثم نمقوها بتنميق ويجي يعرض لك كأنه بكلام خطابي وشعري يستهوي النفس كلام ذكروه علماء الاخلاق يذكروه بالنسبة إلى هوى النفس. يقولون هوى النفس غالبا تخالف الحق. الهوى غالبا يخالف الحق. لكن أحيانا ينطبق مع الحق. مثلا إذا واحد قتل ابنك قتل أباك هنا هوى النفس في قتله. الشرع ايضا اجاز لك القصاص ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا هوى النفس في الانتقام من القاتل الشرع ايضا شرع القصاص هذا احيانا لكن غالبا بين العقل والشرع من جانب وبين هوى النفس من جانب اخر تباين يعني هوى النفس يخالف الشرع والعقل نفس الانسان خداعه تحاول خداع الانسان فلذلك غالبا عندما تريد توصل الى مشتهياتها النفس تجد غلفه بغلاف يخدع الانسان بغلاف عقلي بغلاف ديني احيانا الانسان عنده شهوه النفس تظهر ان هذه الشهوه هي في طريق الحق فلذا الانسان لازم دائما يحذر نفسه. اذا الامام يقول انا نهيت عن الكلام ما نهيت عن علم الكلام بشكل مطلق، لا، الان مثل بعض فرق الفرق المنتحله للاسلام محرمين المناظره مطلقه، تريد تتناقش وياه في مسائل العقيده ما يقبل يقول النقاش حرام، كلا القران مليء بالنقاش. يذكر كلام الكفار يذكر حججهم ثم يدحضها الرسول صلى الله عليه واله ناقش الائمه ناقشوا الجدال بالتي هي احسن وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فلذلك الامام يقول انا لم انهى عن الكلام نهيت عن المنهج الباطل زين هسه هذا يونس بن يعقوب كان متصور انه الامام نهى عن الكلام ما تعلم الكلام هسه ما يقدر يناقش زين الامام عليه الصلاه والسلام قال لسائر اصحابه انتم ناظروا هذا الشامي فناظر احدهم الشامي والاخر الشامي والثالث الشامي الى ان دخل هشام ابن الحكم فالامام قال له ناصرنا بقلبه ولسانه ويده قلبه ينصرنا لسانه ينصرنا يده ينصرنا زين هسه اللسان ينصر واضح يتكلم لاثبات حق اهل البيت عليهم الصلاه والسلام او لاثبات منهجهم باليد ينصر هم واضح يدافع عنهم عملا يكتب مثلا بقلبه كيف ينصر؟ سيحبهم يحبهم بس هل الحب هو نصره؟ الجواب على ذلك ان الانسان قد يفكر يعني انت الان ترد عليك شبهه تفكر في حل الشبهه الى ان توصل الى الحل هذا اعمال الفكر لحل الشبهه هذا نصرهم بالقلب بعدين تبين يصير نصر باللسان ثم تكتبه يصير نصر باليد مثلا أحد المصادق أو إحدى المصادق فهشام ناصر بالقلب واللسان واليد طبعا ذكرنا في حلقة ماضية أن هشام في بداية أمره كان عاميا كان مجسما لكن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فهداه الله إلى الإيمان فعلمه الإمام فبرع في فن الكلام بالطريقه التي علمها له الامام الصادق عليه الصلاه والسلام زين هذا كان يفكر يفكر بتفكيره ينقض الشبهات او يبتدع استدلالات جديده ياتي بها لم تكن موجوده استدلالات عقليه واستدلالات شرعيه كان له إبداع في هذا المجال مو فقط نقل وإنما إبداع فهذا يكون نصر بالقلب أيضا زين ثم واحد واحد من هذول الأصحاب تحاوروا وجادلوا مع هذا الشامي ف إلى أن وصل الأمر إلى هشام ابن الحكم الإمام قال للشامي كلم هذا الغلام طبعا الغلام في اللغه العربيه يقال للرجل دون الثلاثين يعني اذا واحد عمره 28 سنه يقال له غلام اذا عمره 20 سنه يقال له غلام اذا عمره 14 سنه يقال له غلام الولد الرجل او الولد اذا كان دون الثلاثين إذا صار فوق الثلاثين يعني صار عمره واحد وثلاثين وثلاثين فلا يطلق عليه غلام ولذا مثلا في المقاتل قد ذكروا أن علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه كان عمره ثمانية وعشرين عاما فكيف الإمام عليه الصلاة والسلام حسب رواية المقاتل يقول قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك غلام لأنه عمره 28 سنة دون الثلاثين فيطلق عليه الغلام زين هشام كان شابا في مقتبل العمر ما كان كاهل أو كبير السن فقال للشامي كلم هذا الغلام يعني هشام ابن الحكم زين هسه احنا ندخل في الاستدلال ونختصر في الكلام. الشامي سأل يا هذا مو الشامي سأل، هشام سأل الشامي يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحسن إلى الخلق يرحمهم ينظرهم بنظره رحيمه الله ارحم للخلق ام الخلق لانفسهم طبعا الله سبحانه وتعالى هو ارحم للخلق من انفسهم يمكن احنا في بعض الاحيان لا نفكر في مصالحنا الاخرويه وفي نجاتنا في الدنيا الشهوات قد تغلبنا الاهواء قد تغلبنا، قد نخطئ في تشخيص ما هو اصلح لنا. لكن الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين. رحيم بخلقه، رحمن بخلقه، يريد الخير لهم، لطيف بهم، بار بهم. فإذا، اربك انظر لخلقه ام خلقه لانفسهم؟ فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه الله سبحانه وتعالى أكثر رحمة بالناس من أنفسهم هسه السؤال الذي يسأله هشام الله أرحم بالخلق من أنفسهم لأنفسهم فماذا فعل فبع... ففعل بنظرهم بنظره لهم ماذا شنو لهم قال أقام لهم حجه كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، الله سبحانه وتعالى أقام الحجة الناس اختلفوا، الله سبحانه وتعالى جعل الحجة لكي لا يختلفوا هذا الحجة يبين الفرائض يبين السنن يجمع الناس على الحق على التقوى يبعدهم عن الباطل هذا الحجه الذي نصبه الله سبحانه وتعالى للخلق. زين. هشام يسال فمن هو هذا؟ الشامي قال رسول الله صلى الله عليه واله. الرسول هو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. زين، هذا في زمان الرسول، فبعد رسول الله من؟ قال الكتاب والسنة هو هذا الحديث الموضوع اللي دائما يروه وهم يعترفون بأنه لا سند له كتاب الله وسنتي مع أن الحديث الصحيح المتواتر كتاب الله وعترتي إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي لكن شالوا العترة خلوا بدال السنة وهذا الحديث لا يوجد له سند صحيح عند العامة أيضا وهو موضوع. السنة. الرسول خلف الكتاب والعترة، والعترة هم الذين حفظوا السنة. زين هذا الشامي قال الكتاب والسنة. زين. الكتاب والسنة، هل نفعنا الكتاب والسنة الآن؟ يفسرون القرآن بغير ما يريده الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للسنه اضافه الى تفسير خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه واله الوضع يضعون حتى الرسول صلى الله عليه واله قال كثرت علي الكذابه او كثرت علي الكذابه. يعني الجماعه التي تكذب علي. زين. الآن بالنسبة للقرآن جميع الفرق الإسلامية يستدلون بالقرآن. لأنه يستدلون بالمتشابهات يتركون المحكمات. يجعلون القرآن عظيم، يستدل بجانب وينسى جانبا آخر. يفسر القرآن بالرأي بخلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى القرآن، طبعا هو القرآن نفسه نفسه. ما في تحريف لا بزيادة ولا بنقيصة، لكن شنو معاني القرآن؟ تشوف المجسمة يستدلون بالمتشابه على أن الله سبحانه وتعالى يُرى، يستدلون بآية متشابهة: وُجوهٌ يومئذٍ ناظرة إلى ربها ناظرة. والفرقة الناجية تستدل بالقرآن على أن الله لا يُرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير ذاك يستدل بالمتشابه ويعتبره محكما وهذا يستدل بالمحكم لكن ذاك يعتبره هذا متشابه فاذا القران لوحده لا يرفع الخلاف حتى القران هو يبين ونزلنا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرسول مبين للقران القرآن واحده بدون التفسير لا يرفع الخلاف والتفسير مو بالاهواء التفسير من الرسول صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. اما السنه كما ذكرنا ايضا نفس المشكله بالتأويل بخلاف ما اراد الرسول صلى الله عليه واله او بالوضع او بالانكار هذا اسلوب بعض اعداء اهل البيت. اذا روايه في فضائل اهل البيت موجوده في البخاري او مسلم زين ما يقدر ينكر السند بانه الدفد قاعده ان ما في الكتابين صحيح كل من اوله الى اخيره صادر عن الرسول صلى الله عليه واله فلذلك ما يقدر ينكر صدور هذه الاحاديث التي وردت في فضائل اهل البيت واودعت في الكتابين شنو يجي يخرب الدلالة يقول هذا معناها ليست فضيلة بتأويلات سخيفة وإذا في غير الكتابين يجي ينكر السند يقول هذا موضوع مختلق سند ضعيف أو كذا أو كذا أو كذا فإذا الكتاب والسنة لا يرفعان الاختلاف قال الشامي نعم إيه لانه اذا كان الكتاب والسنه يرفعان الاختلاف فعد شنو انا وياك دا اتباحث. زين هنا الشامي سكت. يعني شنو؟ يعني اخذ بانه نحن بحاجه في هذا الزمان الى حجه يرفع الخلاف لان القران قد يفسره اهل الباطل بتفسير باطل. خلاف ما اراد الله. يتمسك بالمتشابه السني ينكرها يكذبها او يؤولها او يضع او اخرون وضعوا فشوشوا على الحقائق هسه الشامي تحير قال اذا قلت احنا ما اختلفنا هذا كذب لانه هذا اختلاف موجود بيننا واذا قلت الكتاب والسنه يرفعان الاختلاف لا لم يرفع الاختلاف الآن المسلمون مختلفون فرق كثيرة هسه الشامي يقلب الآية على هشام بن الحكم قال له زين أنا نفس السؤال أسألك الله أنظر لخلقه من خلقه أم الخلق لأنفسهم هشام قال الله أنظر زين في زمان الرسول الحجة من كانت من كان زين في زمان رسول الله محمد الحجة هو رسول الله محمد. زين بعد الرسول محمد من هو هشام بن الحكم أشار إلى الإمام الصادق قال هذا الحجة. زين إذا واحد يسأل يقول الله جعل الإمام الصادق حجة لكن الناس أيضا مختلفين الاختلاف ما ارتفع. نقول يعني هنا المشكلة في الناس. ليست المشكلة في الإمام الصادق أو في نصب الله سبحانه وتعالى الإمام الصادق للإمامة لو الناس يقبلون كلام الإمام الصادق خلاص المشكلة تنحل الآن إحنا نجتمع على كلام الإمام الصادق المشكلة تنحل نجتمع على كلام الإمام علي بن أبي طالب المشكلة تنحل لكن الناس خالفوا مثل زمان الرسول في زمان الرسول ألم يكن المشركون يقاتلون المسلمين، اكثر الناس كانوا في ضلال، لماذا؟ لانهم رفضوا الحجه، المشكله فيهم رفضوا الحجه، لو يقبلون الحجه المشكله تنحل. في زمان الامام امير المؤمنين لو الناس قبلوا هذه الحجه، الله نصب الحجه لرفع الخلاف، قالوا زين احنا نقبلك انت ترفع الخلاف، اذا اخذوا بكلام الخلاف ينتهي في مسائل الدين. لكن رفضوا وبسبب رفضهم صار الخلاف فالمشكلة منهم وحجة الله تامة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله أرسل الأنبياء ليرفعوا الاختلاف لكن الناس لشقاوتهم ولشقائهم أكثرهم رفضوا الأنبياء المشكلة من الناس مثل ما إحنا الآن في هذه المدينة توجد أمراض كثيرة. زين. تجي الحكومة في هذه المدينة التي فيها أمراض كثيرة تبني مستشفى وتجعل أطباء. وتعطي الأدوية مجانا، العلاج مجاني، الذهاب إلى المستشفى مجاني. زين إذا الناس لم يذهبوا إلى المستشفى. هنا بعد مو مشكلة الدولة مشكلة الناس إذا المرض بقي ليست مشكلة الدولة التي بنت المشفى وجاءت بالاطباء واعطت الادوية مجانا مشكلة الناس الله سبحانه وتعالى لطفه ان يرسل الانبياء للناس اذا الناس ما اتبعوا الانبياء المشكلة فيهم اما الحجة تامة بعد الرسول محمد صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى عين الائمه اذا الناس كانوا يقبلون كلام الرسول في تبليغه بامامه امير المؤمنين والائمه من بعده لارتفع الخلاف لكن لم يقبلوا كلام الرسول صلى الله عليه واله وخالفوا الكلام فلذلك بقي الاختلاف اكو فرق يعني مره احنا نقول الله سبحانه وتعالى جعل الرافع للخلاف القران والسنه نقول حتى اذا الناس ارادوا الحق بدون العتره لا يرتفع الخلاف بينهم لانه شنو المحكم شنو المتشابه شنو هو التفسير الصحيح هذا ما يقدرون يشخصوه الآن في زماننا ما هو الصحيح من السقيم من الأحاديث؟ إذا أنت الآن تراجع تشوف مثلاً الآن صحاح السنة الكتب الستة وغيرها وتراجع علمائهم اختلاف شديد في الرجال وفي تصحيح وتضعيف الأحاديث الحاكم النيشابوري في المستدرك في المستدرك يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه الذهبي في الهامش يقول لا هذا الحديث مو صحيح اخطا الحاكم النيشابوري مثلا والان تجي واحد يصحح حديث واحد يضعف حديث إذن القران بمتشابه لازم واحد يبين المتشابه الاحاديث اللي في ايدينا فيها الضعيف والسقيم والموضوع وكل واحد عنده الراي حتى العلماء مختلفين بينهم فاذا القرآن والحديث لوحدهما لا يرفعان الخلاف لذا الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يبلغ بأن الكتاب مقترن بالعترة وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فإذا هشام بن الحكم قال الحجة هو هذا الإمام الصادق زين بأي دليل هذا الإمام هو الحجة يحتاج الى دليل مو كل واحد يجي يدعي انه اني الامام او انا ابن الامام او انا نائب عن الامام نصدقه يحتاج الى دليل يقيم ما هو الدليل؟ هذا سنتركه الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.